كايبدن بيجيتشيك السو. اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير. خرجت الكثير من الاخبار والاشاعات حول مسلسل طائر الرفراف وابطال المسلسل افراس ريتش اوغلو ومارت رمضان ديمير، وحصلت بعض الاحداث التي لم يسعد بها الجمهور، منها وجود بيلين وحملها الذي اثار الجدل بين جمهور المسلسل، وعبروا عن استيائهم من الاحداث الموجوده. وخرجت اخبار وتسريبات تقول انه الاحداث القادمه في المسلسل ستكون زواج فريد من بيلين على سيران، وحسب القانون التركي المدني ان الزواج باكثر من واحده غير مسموح به، فلذلك سيستعينون بزواج الامام اي زواج ديني، وهذه تبقى مجرد اخبار من الممكن ان تصيب او تخيب. اما الخبر الثاني هو بعد الانتقادات الكبيره ومقاطعه بعض الجمهور للمسلسل، نشرت افرا عدد من الصور من كواليس المسلسل، واعتبر الجمهور ان هذا وداع افرا للمسلسل وانها سوف تغادر العمل وينتهي دورها. ولكن يا أصدقائي هذا الكلام لا أساس له من الصحة، حيث إن أفرا مستمرة في العمل ولم تنفصل لا هي ولا مارت رمضان ديمير. أما مسلسل الغدار بطولة الممثل شاتاي أوسوي، يقال بأنه سيعرض يوم الجمعة ويبدأ عرضه في الشهر القادم، وسيكون منافس قوي لمسلسل طائر الرفراف، خصوصا بعد عودة شاتاي أوسوي بعدما غاب كثيرا عن الشاشة، وهذا الخبر أقلق جمهور المسلسل، فمن الممكن أن نسبة مشاهدة المسلسل تنخفض بعرض مسلسل الغدار. ما رأيكم بهذه الأخبار؟ وما هي توقعاتكم للحلقات القادمة؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء.